وينضم إلينا من القاهرة الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. دكتور ضياء أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني بعد هذه التقارير والمزاعم على CNN، ما هو الرد المصري عليها؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. حضرتك بالقطع هذا المنشر اليوم في CNN هو أمر يخالف كل ليس فقط الحقائق ولكن أيضا القواعد المهنية. وكالعادة تحركت الهيئة العامة للاستعلامات فوريا، تواصلت مع إدارة موقع CNN خارج مصر، وتم إرسال رد عليهم. هذا الرد يتضمن كل ما أشرتم إليه أو معظم ما أشرتم إليه في التصريحات التي صدرت منذ قليل. وقام الموقع في خلال وقت قصير للغاية بنشر بعض الملاحظات التي تضمنها الرد المصري، وهذه الملاحظات هي يعني أكبر قليلا مما نشر حتى الآن أو مما أشرتم إليه، لكن الموقع أشار إليها وأشار بشكل خاص إلى ما أطلقنا عليه عدم الاعتماد على مصادر محددة لأخبار بهذه الحساسية وتلك الخطورة. وكنا في هذا الرد أيضا قد أكدنا على أن أو تحدينا حتى الـ CNN بأن تنشر هذه المحول الأكاذيب حتى التي نشرتها حول موقف مصر في المفاوضات، أن تنسب هذه الوقائع إلى مصادر غير مجهلة أو أن تنسبها إلى مصادر أمريكية وإسرائيلية باعتبارها وسيلة إعلام أمريكية ولها ثقة أو تثق أكثر ربما في المصادر الأمريكية والإسرائيلية. وتضمن الرد أيضا بأن هذا ما ينشر بهذه الطريقة هو أمر مصر ترفضه رفضا تاما، وأن هذا النوع من النشر وهذه الادعاءات تشوه دور مصر الرئيس والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي عليه قبل نحو 8 أشهر. وأيضا في هذا الرد أبدينا وأبدأ استغراب مصر من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها ولا تزال على مدار الأشهر الماضية في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع لمنع قتل وجرح مئات المدنيين الأبرياء يوميا والتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في غزة. وأيضا أشار هذا الرد إلى محاولات متعددة خلال الفترات الأخيرة لأطراف بعينها لتوجيه الاتهامات للوسطاء، بدأت بالأشقاء القطريين ثم اتهام مصر واتهامنا جميعا بالانحياز لأحد الأطراف وإلقاء اللوم على هذه الأطراف البسيطة العربية تحديدا، وذلك لأن هذه الأطراف تريد التسويف والتهرب من اتخاذ قرارات حاسمة بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين الإسرائيليين لقطاع غزة مقابل الأسرى الفلسطينيين، وذلك بحسب وصف الرد الذي أرسلناه CNN للحفاظ على مصالح هذه الأطراف السياسية الشخصية ومحاولتها مواجهة الأزمات السياسية الداخلية الكبيرة التي تمر بها. نعم دكتور ضياء، يعني الدور المصري ليس بجديد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هناك جهود كبيرة تبذل من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني و بات هذا جليا منذ 7 أكتوبر وإلى اليوم. يعني لنتحدث عن الدور المصري في هذا الشأن، ولماذا التشكيك بالدور المصري اليوم؟ البيان أيضا الحقيقة أشار البيان عفوا الرد والذي ستضمنه بيان سيصدر عن الهيئة العامة للاستعلامات بعد قليل يوزع على كل وسائل الإعلام المصرية، أشار إلى أن مصر أولا لم تشارك في هذه المفاوضات من موقف المحايد. مصر وسيط منحاز إلى الحقوق القانونية الدولية المشروعة للشعب الفلسطيني، هذا أولا. الأمر الثاني أن مشاركة مصر أتت بعد مطالبات وإلحاح متكررين من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للقيام بهذا الدور نتيجة إدراكهم لمدى الخبرة والحلفية المصرية في إدارة مثل هذه المفاوضات، وخاصة أن مصر لها تجارب سابقة ناجحة متعددة بين إسرائيل وحركة حماس. الأمر التالي أن مصر على الأرجح وهذا ما ذكرته أيضا في ردها محاولة النيل من الدور المصري الآن وترويج أكاذيب سواء من أطراف أو وسائل إعلامية هو محاولة لعقاب مصر على موقفها المبدئي الثابت كما ذكرنا من الحقوق المشروعة الفلسطينية في
ظل قيامها بدور الوساطة. مصر وليست وسيطا محايدا، مصر وسيط منحاز إلى القانون الدولي وإلى المؤسسات الدولية الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة. وبالتالي هي محاولة لعقاب مصر على أنها تتمسك بمواقف مبدئية. ولعل هناك موقفان أخيران أشار إليهما الرد. الموقف الأول هو تمسك مصر المعلن بضرورة تواجد عناصر فلسطينية بالجانب الفلسطيني من معبر رفح المحتل حاليا بالجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك كشرط لقيام مصر بتشغيل المعبر من جانبها، وأنها بغير هذا لن تعترف بشرعية الاحتلال الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني من المعبر. هذا أمر الأول، ربما قد أدى بالإضافة لمواقف المبدئية الأخرى إلى مثل هذه الأكاذيب. الأمر الثاني هو موقف مصر المتسق مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالانضمام إلى دولة جنوب أفريقيا في الدعوة المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد ممارسات الجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. هذا هو الموقف المصري، هذا هو الدور المصري، هذا ما يفسر ربما الحملات التي تدار الآن من قبل أطراف سياسية محددة في المنطقة وتسير وراءها بعض وسائل الإعلام بدون أن تعتمد على القواعد المهنية المتعارف عليها. يعني دكتور ضياء، مصر بدأت منذ بدء المفاوضات وكانت هي أساس للمفاوضات التي تمت سواء كان في باريس أو الدوحة وتل أبيب والقاهرة، يعني لا يمكن لمصر بالتأكيد يعني ما أشارت له أو ما أشار له هذا التقرير أن تغير كما ذكر التقرير، أي يعني دون التشاور أن تغير أيا في هذه الاتفاقية دون التشاور مع كافة الأطراف. هي تبذل جهدا كبيرا، دورا كبيرا، وهناك التزام كبير من قبل مصر بالقضية الفلسطينية، وهذا ما صرح به الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن هناك دعم لا محدود للفلسطينيين والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين والحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية. إذن اليوم يعني كيف ممكن الرد على هذه الادعاءات خصوصا في ظل الدور الكبير الذي قامت به مصر في المفاوضات وكان هناك من نتائجه التوصل إلى أكثر من هدنة إنسانية؟ الادعاءات يرد عليها الواقع والحقائق، وهذه النوع من الردود سواء التي تقوم بها القيادة السياسية بتحركاتها وكل مستويات الدبلوماسية والتحرك المصري أو البيانات الإعلامية التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات ترد على هذه الأكاذيب، هي أمور واضحة. لكن ما يهم الآن أن نقوله أن هذا الرد الذي أرسل اليوم CNN وسيصدر في بيان عما قليل بعد قليل قد أشار إلى بشكل واضح على أن مواصلة محاولات التشكيك والإساءة لجهود وأدوار الوساطة المصرية بالدعاءات المفارقة للواقع لن يؤدي إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة كلها، وقد يدفع الجانب المصري باتخاذ قرار بالانسحاب الكامل من الوساطة التي يقوم بها في الصراع الحالي. وحمل الرد والبيان الذي سيصدر بعد قليل أيضا الأطراف المعنية المشار إليها سابقا وخاصة تلك التي تروج الأكاذيب حول الموقف المصري المسؤولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية غير المسبوقة وحرب الإبادة بقطاع غزة وقتل وإصابة آلاف الأبرياء الفلسطينيين وتشريدهم وتجويعهم وتدمير كل شيء بالقطاع، فضلا عن فقد المحتجزين الإسرائيليين نفسهم لحياتهم نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية العدوانية على هذا القطاع. إذن مصر طوال الوقت هي تمارس ما ترى أنه واجبها الوطني والقومي. مصر لا تفعل هذا الواجب وهي تنظر إلى من يكذبها ومن يكذب عن مواقفها. مصر تمارس هذا الدور منذ 3/4 القرن لن تتخلى عنه في لحظة ما، نتيجة أن هذا يمس الأمن الوطني القومي المصري مباشرة ويمس الأمن القومي العربي ممثلا في القضية الفلسطينية التي صرحت القيادة السياسية مبكرا للغاية بأنها لن تسمح بتصفيتها، وأن تهجير الفلسطينيين إلى غزة وتصفية القضية الفلسطينية بالإضافة وقبل هذا أنه يمس الأمن القومي المصري الذي هو خط أحمر بكل معاني الخط الأحمر.